السلام عليكم. طبعا احنا جينا من العراق للعلاج ان شاء الله، وبحثنا بالنت على مود يعني عياده اسنان. الحمد لله والشكر لقينا هذه العياده واجينا لها وسوينا الاسنان، والحمد لله والشكر. دكتور امن ما قصر، دكتور يعني فاهم بالزراعه السريعه، كذلك الوالده يعني الحمد لله والشكر. وعندي اخوي عبد الرحمن هم كذلك ركب اسنان، يعني الحمد لله والشكر. كل العياده هنا كلهم زينين وكلهم الحمد لله والشكر، اي تقصير ماكو. الام بالبنج والام بالعمل ماكو، الحمد لله والشكر. يعني وهسه خلصنا ان شاء الله، خلصنا خلال تقريبا 7 ايام، 7 ايام. وهاي اسنان الوالده همه الحمد لله والشكر، يعني اسنان الوالده ركبناها ان شاء الله، وعبد الرحمن هم كذلك ان شاء الله، والحمد لله والشكر. واشكر الدكتور امون واشكر الكادر الموجود كله، الحمد لله والشكر، اي تقصير ماكو. ويعني انصح بان يراجعون هذه العياده ان شاء الله، عياده مضبوطه والحمد لله والشكر. والسلام عليكم.